خليت ال 2000 بالديوانيه. انت لم يا تشري المنشور وردت الساعات. احنا قاعدين هنا هذا المصاب اللي اعلنت عنه المصاب الرابع بالديوانيه قاعدين هنا كل احنا المنتسبين تعشينا سويه وقبل انت نشرتي المصاب الرابعه هو تعشى ويانا وقلنا انت مصاب الرابعه وما اعلنت عنه ما كتب اسم وردت الساعات الساعات وراها خبروني والله عندكم ولد بالحرق عندكم مصاب يا هذا خليه يحجر نفسه يحجر نفسه صار له هاي الساعه اربع ساعات من خبر يستمح لجاله وين خليت الازمه ولا شفتهم شنو دوركم انت بس بدي اعرف شنو دوركم انت اليوم وين دوركم وفرنا شوف معنا الله يجدر شوف معنا بالمستشفى بيها وين الفلوس خل مليار وين المليار بدي اعرف مليار وين جبنا لكم ناس كثار وناس اكاديميين بالجامعه ناس كل واحد شهاده بروفيسور علوم فيروس دخلنا لكم اياهم وجينا كتاب طينا شابيدش وقعت عليه عشان مرتي اعرض حالك بيها انت والمحافظ وصل كتاب من المحافظ بيها وكل دور مالكم بس اقول الشيء اليوم تجاره تاجرون بروح العالم قاعد وانتم ورا كراسيكم وهمكم كراسي وهمكم يوميا طبعا تصريح اعلامي وفضائيات قدامكم ويوميا جاينا وتاجرون بروح العالم والله باطل انتم والله كثر الازمه باطل وانا موظف بالصحه لو مستعد اخسر وظيفتي بس ما اسكت لكم يعني انتم باطلين والباطل ما يدوم عمره ما يدوم الباطل وهاي الرساله ارواح العالم كلها ماكم برقاكم انتم برقاكم ثلاث ساعات ينعلم بالتواصل الاجتماعي ينعلم اصابه رابعه واحنا ما ادري بها ولحد الان هسه هاي ورا الساعه من عليه لحد جاله ما حد وصل له ما حد دناله بها ما حد لا جعفر ولا هاي باشر راح يطلعون تم تعفير المكان وتم سحب العينات وانتم شلون واقفين؟ فهاي رساله لاهل الديوانيه اهل الديوانيه ارواحكم انتم وعوائلكم واطفالكم بيد خليفه هاي الازمه مو قد المسؤوليه